الشر والخير. تأملت الأرض ومن عليها بعين فكري، فرأيت خرابها أكثر من عمرانها. ثم نظرت في المعمور منها فوجدت غير المسلمين مستولين على أكثره، ووجدت أهل الإسلام في الأرض قليلا بالإضافة إلى غير المسلمين. ثم تأملت المسلمين فرأيت المكاسب قد شغلت جمهورهم عن الرازق، وأعرضت بهم عن العلم الدال عليه، فسلطان مشغول بالأمر والنهي واللذات العارضة له، ومياه أغراضه جارية لا شكر لها، ولا يتلقاه أحد بموعظة بل بالمدحة التي تقوي عنده هوى النفس. وإنما ينبغي أن تقاوم الأمراض بأضدادها، كما قال عمر بن المهاجر: قال لي عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني قد حدت عن الحق فخذ بثيابي وهزني وقل: ما لك يا عمر؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا، فأحوج الخلق إلى النصائح والمواعظ هو السلطان. وأما جنوده فجمهورهم في سكر الهوى وزينة الدنيا، وقد انضاف إلى ذلك الجهل وعدم العلم، فلا يؤلمهم ذنب ولا ينزعجون من لبس الحرير وشرب الخمر، حتى ربما قال بعضهم: وماذا يعمل الجندي؟ أيلبس القطن؟ ثم أخذهم للأشياء من غير وجهها، فالظالم معهم كالطبع، وأرباب البوادي قد غمرهم الجهل، وكذلك أهل القرى. وما أكثر تقلبهم في الأنجاس وتهوينهم لأمر الصلوات، وربما صلت المرأة منهن قاعدة. ثم نظرت في التجار فرأيت قد غلب عليهم الحرص حتى لا يرون سوى وجوه الكسب كيف كانت، وصار الربا في معاملاتهم فاشيا، فلا يبالي أحدهم من أي شيء تحصل له الدنيا، وهم في باب الزكاة مفرطون ولا يستوحشون من تركها إلا من عصم الله. ثم نظرت في أرباب المعاش فوجدت الغش في معاملاتهم عاما، والتطفيف والبخس، وهم مع هذا مغمورون بالجهل. ورأيت من له ولد يشغله ببعض هذه الأشغال طلبا للكسب قبل أن يعرف ما يجب عليه وما يتأدب به. ثم نظرت في أحوال النساء فرأيتهن قليلات الدين عظيمات الجهل، ما عندهم من الآخرة خبر إلا من عصم الله. فقلت: وعجبا، فمن بقي لخدمة الله عز وجل ومعرفته؟ فنظرت فإذا العلماء والمتعلمون والعباد والمتزهدون، فتأملت العباد والمتزهدين فرأيت جمهورهم يتعبد بغير علم، ويأنس إلى تعظيمه وتقبيل يده وكثرة أتباعه، حتى إن أحدهم لو اضطر إلى أن يشتري حاجة من السوق لم يفعل لألا ينكسر جاهه. ثم تترقى بهم رتبة الناموس إلى أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يكون عظيم القدر عندهم، ولا يتزورون، بل ربما ضمن بعضهم على بعض بلقاء فقد صارت النواميس كالأوثان يعبدونها ولا يعلمون. وفيهم من يقدم على الفتوى بجهل لئلا يخل بناموس التصدر، ثم يعيبون العلماء لحرصهم على الدنيا ولا يعلمون أن المذموم من الدنيا ما هم فيه إلا تناول المباحات. ثم تأملت العلماء والمتعلمين فرأيت القليل من المتعلمين عليه أمارة النجابة، لأن أمارة النجابة طلب العلم للعمل به، وجمهورهم يطلب منه ما يصيره شبكة للكسب، إما ليأخذ به قضاء مكان أو ليصير به قاضيا للبلاد أو قدر يتميز به عن أبناء جنسه ثم يكتفي. ثم تأملت العلماء فرأيت أكثرهم يتلاعب به الهوى ويستخدمه، فهو يؤثر ما يصده العلم عنه ويقبل على ما ينهاه، ولا يكاد يجد ذوق معاملة لله سبحانه، وإنما همته أن يحدث وحسب. إلا أن الله لا يخلي الأرض من قائم له بالحجة، جامع بين العلم والعمل، عارف بحقوق الله تعالى خائف منه. فذلك قطب الدنيا، ومتى مات أخلف الله عوضه.
ربما لم يمت حتى يرى من يصلح للنيابة عنه في كل نائبة، ومثل هذا لا تخلو الأرض منه، فهو بمقام النبي في الأمة، وهذا الذي أصفه يكون قائما بالأصول حافظا للحدود، وربما قل علمه أو قلت معاملته. فأما الكاملون في جميع الأدوات فيندر وجودهم، فيكون في الزمان البعيد منهم واحد. وإن كان في السلف سادات إلا أن أكثرهم غلب عليه فن فنقص من الآخر، فمنهم من غلب عليه العلم، ومنهم من غلب عليه العمل، وكل هؤلاء كان له الحظ الوافر من العلم والنصيب الأوفى من المعاملة والمعرفة، ولا يأسى من وجود من يحذو حذوهم. وإن كان الفضل بالسبق لهم، فقد أطلع الله عز وجل الخضر على ما خفي من موسى عليه السلام، فخزائن الله مملوءة وعطاؤه لا يقف على شخص.